كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم فيديو جديد وفيديو كل عام روينا ان شاء الله. اليوم غادي نضيفوا مع بعضياتنا المطبخ اللي حدو حالة. غادي ندور لكم الكاميرا، غادي تشوفوا صراحة عمرها ما كانت لي اني نخلي المطبخ ديالي بحال هكدايا مرون ونمشي للناس. مهم البنات، يلا انا مقفده انا مجده. المهم حالف على الكوزينه اليوم ان شاء الله سنجمعها، لانه صراحه حالتها حاله كما قلت لكم. غادي نجمعوها مع بعضياتنا ان شاء الله بحال هكذايا. هذا غيكون فيديو يعني حماسي هكذا بالنسبه للناس اللي ما كيعجبوهاش بحال النوادي الفيديوهات دوزوه. ان شاء الله تلقاو شي فيديو مفيد من دوك الفيديوهات اللي كيعجبوكم ديال الروتينات. بالنسبه لهذا الفيديو غير الناس اللي عزيز عليهم، الناس كيطلبوا مني دائما، فما كنتش غادي نسجلو نهائيا، ولكن كاين بعض الناس كيبغيو يشوفوا بحال هاد الفيديوهات كيحمسوهم كيشجعوهم انهم هكذا ينظفوا او انهم هكذا يعني يحيدوا منهم داك الخمول وداك الكسل. فهاد الفيديو هذا يعني الا مثلا طحتوا بحال شي نهار في هاد المواقف عرفوا منين تبداو كيفاش ديروا. مهم هكذايا يعني فيديو حماسي كما قلت لكم، البنات اللي ما كيعجبوهمش يدوزوا. ان شاء الله نتلاقاو شي فيديو اخر، ودابا غادي نبداو غنمشيو للقتال ان شاء الله. نشوفكم في اخر الفيديو. السلام عليكم غزالات مره اخرى، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. المهم بالنسبه للمطبخ كما كتشوفوا حرب العالميه نايضه فيه. اول حاجه بديت فيها كانوا عندي شي حويجات درتهم يتغسلوا، حيد دوك المناديل ديال المطبخ درتهم حتى هما كيتغسلوا. وغادي نحيد هذاك لاناب او داك النقطه ديال الطاوله حتى هو غادي يتغسل. و داك الموكيت اللي مفرشاه على الارضيه ديال المطبخ حتى هو غنغسلو، لانه الصراحه صافي ملي كيولي عند المطبخ بهذا الشكل كنولي كنحس كل شيء موسخ من الارض حتى السقف يعني حتى الحيوطه. فكنوض يعني كنظف كل شيء، كنمسح كل شيء عاد باش ديك الساعه كنحس راه المطبخ تنظف. فهنايا بديت كنرجع اي حاجه خصها ترجع لا للثلاجه لا للخزين لا للخزانات، اي حاجه كان نحطها في القريعات ديالها وكنرجعها المكان ديالها باش يبقاو ليا فقط غير المواعين والزباله وداك الشيء نحاول ان نفضيهم. ومن بعد كنبدا هكذا يعني نجمع زباله من الاواني، كنمسح اللي غادي تمسح فوق الرخامات والطاوله وداك الشيء، يعني باش نجمع فقط نشد غير قنت واحد. مثلا بقى ليا غير الاواني كنخويهم وكنغسلهم صافي، كنبدا نغسل فيهم وكنفضي، لانه الا حيدتي الاواني اللي هما اللي كيديروا كركبه في المطبخ ورجعتي كل حاجه المكان ديالها غادي تلقاي المطبخ ديالك تجمع وترتب وديك الكركبه حيدات منه. فقط كيبقى لك غير داكشي الخفيف، تمسحي مثلا العلاب يعني تمسحي الحيط، غسلي الارضيات، هذاك الشيء الخفيف فقط. فالمهم اشنو طرى لي انا هنا علاش خليت هذا المطبخ هكذا الصراحه. كما كتشوفوا راه كاين داكشي ديال الحلويات، هذا صورت معكم الفيديو ديال البارح اني مشيت يعني مشيت لزياره ديال صديقتي ديك ديت الصابلي وداكشي كما كنعرفوا الروينه ديال الصابلي روينه. المهم هذا النهار حنا المهم راجلي كان باغي يتغدى كنت شاركته معكم من قبل بفتيك الكذاب اللي كيجي البنات غزال ما نقولش لكم عليه، كيجي زوين، هي اكله سهله يعني وسريعه، ولكن درت جنب منه الباستا او المكرونه ودرت جنب منه البطاطس وداكشي. فالمهم كثروا عليا الاواني ديال الغداء على الاواني ديال التحضير على انا كنت كنحضر في الصابلي، لان كما قلت لكم البارح كان عندي الوقت مضغوط وصافي قررت اني في ديك اللحظه غادي نمشي عند السيده لانه حشومه وهما كانوا كيتسناونا الصراحه. فقلت خلي عليا هادشي كله ترجع ليه. المهم قاديت الدنيا وداكشي وزيت الحلوه ديالي ومشي صافي بركنا، بقينا حوت حوت. ملي كتلقاي شي جمع زوين بحال هكذايا كتبقاي يعني هكذا باركه منسى الهضره التحتات. ورجعنا معطلين في الليل، غنقول لكم الثلج البرد المود ديال البرد باش تحلي الروبيني وتغسلي وتبداي تجمعي. الصراحه عجزت وراجلي حتى هو قال لي غير خلي داكشي صافي حتى الصباح زاد عجزني.
انا مستحيل اني صراحه نخلي المطبخ بحال هكا ونمشي ننعس، ولكن بعض الاحيان احنا بشر ماشي يعني ماشي روبوت، احنا بشر كنعياو كنمرضو كنغفلو يوم يومين على الدار ما كنجمعوهاش، كنغفلو على الاواني، كنغفلو على الغسيل، عادي هادشي عادي، راه ماشي تشوفوا اليوتيوب راه حنا روبوت خدامين 24 ساعه، راه حتى انا كنملت، انا كنعيات، انا كيجيني بعض الخطرات يعني ما كنبغيش ننظف، ما كنبغيش نطيب، ما كان شحال من حاجه، غير انه اشنو ما كنبغيش نخلي نفسي في داك يعني في داك المهم داك التيار انه صافي العجز جاني العجز وصافي، شدني واحد السيمانه ولا واحد الشهر كنبقى يعني مثلا يوم يومين من بعد كنوض، ما نكذبش عليكم كنقفض بحال اليوم صافي، كنقفض قفيضه واحده، ما كنبغيش، انا ما كنبغيش صراحه الروينه، ما كنبغيش نمشي شي حاجه موسخه، فلهذا غير بغيت نوضح لكم يعني ماشي اي حاجه كتشوفوها في اليوتيوب او لا في القنوات راه حتى حنا بحالنا بحالكم عاديين جدا، يعني ما تغروش بشي مناظر اللي يعني تدير عليكم حياتكم. فالمهم بلا ما نكثر عليكم بلا 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 غنصدعكم بزاف، هنايا بديت كنغسل في الماعن صافي، كنرجع فيهم وكنحطهم على ديك الصفايه باش يتصفاو ليا، ماشي مشكل، المهم عندي اني نغسلهم نرجعهم دابا، نرجعهم الصباح ولا نرجعهم في العشيه ماشي مشكل، المهم انك تغسليهم وتحيديهم. صافي بديت كنحيد في الاواني ديال الساج وديال داكشي، بديت صفاو ليا رجعتهم يعني ما خليتهمش صراحه العشيه ولا الصباح باش ما نزيدش نعجز عليهم تاني. المهم بنات هنايا غادي نمسح بعد ما مسحت البوطاجي جمعت المعينات وداكشي، غادي نمسح الفران ان شاء الله في شي فيديو هكذايا يكون قصير، دابا ما لقيتش، بغيت ندير لكم الوصفه اللي كنمسح بها واللي كنضف بها الفران، ولكن الفيديو كان غيجيني طويل، فان شاء الله غادي نشاركها معكم من بعد الوصفه اللي كنمسح بها الفران ديالي، وكتخليه نظيف بلا تعب بلا ما تبقى تحكي بلا شي حاجه، فان شاء الله في شي فيديو اخر غدا نشاركها معكم، فكتخلي لك الفران جديد كانه جديد من داخل ومن برا. فهاد الفران انا راه عندي من 2015 كنظن، واللي كيجي عندي كيسحبو يعني يلاه شارياه يلاه باقي جديد، غير هما فقط دوك الريوسه من الفوق اللي اللون ديالهم مغمق ليا شويه، فان شاء الله كاينين كيتباعو ان شاء الله بغيت نبدلهم، فصافي هادشي اللي كاين،
بالنسبة للبنات بغيت نجاوب على بعض الأسئلة ديالكم. بالنسبة للبنات كيقولوا لي ديري الستارة تحت الحوض، إن شاء الله راه غادا نديرها، غير داك التوب او داك القماش اللي بغيت مازال ما لقيتوش، او خصني نمشي ليه الاسكندريه باش نشريه هذاك القماش، لانه بغيت واحد القماش، واحد التوب نوعه في شكل كيكون فيه بحال الوريدات هكذايا، كيجي زوين في الكوزينه، فهذاك هو اللي بغيت نشري ان شاء الله. فصافي هادشي اللي كاين، حيت الناس بزاف تيقول لي ديري ستاره، فهنا كما كتشوفوا بديت كنمسح في الحيوطه، صافي الواحد ملي كيسخن بديت كنمسح في الحيوطه ديال المطبخ، يعني كنمسحهم هكذا من الفوق دائما كنمسحهم. صراحه انا ما كنخليهمش، كندير لهم داك التنظيف العميق ديال المطبخ، دائما ايدي فيهم، دائما ملي كننظف هكذا المطبخ كندير شويه ديال الجافيل شويه ديال التيد وكنمسحهم هما والخزاين، لانه راه هاد المناديل الفوطات في ايدينا في ايدينا والله ما ندوزو عليهم. فبهالطريقه هذه ما كتخليش لينا ان نهار نجيو ننظفو مثلا او نسوسو المطبخ يكون عندنا شغال بزاف وياخذ لنا وقت بزاف. هالطريقه تتخلي دائما الحيوط ديالك نضاف، دائما كتخلي الخزانات ديالك نضاف، ما كديروش ديك الطبقه ديال الزيوت، خصوصا ان احنا كان يعني كنقريو وكان مهم وكان نديرو الدهون وداك الشيء. صافي هادشي اللي كاين. ايضا بغيت نجاوب على البنات اللي كيقولوا لي بخصوص الحمل وداك الشيء، على بعض الاعشاب كيقول لي شربي هادي وشربي هادي. البنات بغيت نقول لكم انا راه كلشي داكشي اللي كلتوه ليا راه شاربه من قبل، الزنجبيل، هاد الوصفات اللي انا شربتهم نتوما اللي كتقولوا لي راه فعاله وناس بزاف حملوا بها، ولكن داكشي غير هو اسباب، وكل وحده والجسم ديالها كاين اللي كيتقبل داكشي وكتحمل به، وكاين اللي الجسم ديالها ما كيتقبلش اولا مازال الله ما ارادش. فلا بغيتو ان شاء الله شي نهار نشارك معكم هاد الوصفات، خليوها لي في التعليق ونشاركها معكم. فالمطبخ هذا بعد ما نظفته وهذا تنظف، رجعت كلشي للميعنات لبلاصتهم، حيد داكشي حطيتو يتنشر، المعالق رجعتهم، المهم هذاك الفرش ديال المطبخ حتى هو غسلتو، لا ناب غسلتو. ف النقاء زوين البنات، زوين زوين الصراحه وكيريح. فهذا كان هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. بغيت نشكركم المشاهده ديالكم ونقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلي لي لايك ديالكم، تخليوا لي التعاليق، وشكرا لكم.